يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارزي برجع لكم بمقطع جديد من قبل 3 أسابيع قلت لكم اني بسوي السيرفر في الديسكورد وكل واحد يجيب معاه نقطة عشان نسوي مقطع مدريش. اخيرا خلصت المقطع، تعديله كم مشوار يا رجال. انا ما احب اطلب لايكات، لي يمكن سنة ما طلبت لايكات، بس المرة دي كل واحد يحط لايك عشان التعب في التعديل. بدون ما نطلب لايكات قاعدين نوصل 200 ألف، لو نطلب بنوصل كم؟ 300 400 500 ألف لايك. حط لايك يا رجال، خلينا نبدأ المقطع. نقطة على الهواء تفضل. في كويتية فتحت شنطتها وغطت وجهها، ليش؟ ليش؟ في ريال. This نقطة is أبو كلب. نقطة على الهواء تفضل. اوكي طب مرة واحد رجع في الكلام صدم من وراه. ستوبيد. نقطة على الهواء تفضل. في واحد شرب موية بارد طقع ثلج. ليش ضحكت على النكتة التعبانة ذي؟ كيف ضحكت؟ ماني فاهم ايش اللي ضحك فيها بالضبط. نكتة على الهواء تفضل. يقول لك في داعش يفتح قناة على اليوتيوب، ليه؟ ليش؟ سمع انه في تفجير لايكات. والله دي احسن واحدة اسمعها للدحين، الله يهنيك. KSA Ghost 199 نكتة على السريع. الله يهديك خوفتني. نقطة على السريع. طيب ابشر لحظة بس. مو لازم على السريع، سريع يعني انه ايش؟ مسوين فيها برنامج مدري ايش، فاهم كيف؟ اوكي سامعك. اسمع يا حلو. يب. اسمع. يقول لك هنا أكثر شيء يخوفني صدى الصوت اللي بالفيديوهات الدينية. تمام؟ يب. أيها العاصي صيد صيد صيد. أيها الظالم لم لم لم. يحسسني بالذب أنا ما سويت شيء. اوكي. اعطي كيك بالله تكفى طردني. ذي جايبها من البي بي ام صح؟ طردني بكره. ذي جايبها من البي بي ام صح؟ من الانستغرام. اوكي خلاص نعتبر اننا ما سمعنا شيء وانه ما صار شيء. اذا جبت نكته ثانيه حلوه تغطي على الاولى بسم الله. في شرطي غبي صاد كلب ودعت عند القاضي، تمام؟ يب. قال له الشرطي ايش اسوي فيه ذا؟ قال له القاضي وديه حديقه الحيوان، تمام؟ يب. ودع حديقه الحيوان ورجع. قال وديت حديقة الحيوانات، اوديه عند شو اسمه؟ عند الملاهي. خلصت النكتة. قاعد تبت يا رجال. المرة الثانية على التوالي. تعرف تعرف ذي تتصرف كيف 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 كيف؟ زي كذا. نكتة على الهواء تفضل. ما جيت تنصحني لو انا عاقل. وات؟ كنت اكل الله يهديك. معليش خبصت عليك صح؟ خبصت عليك. لا عادي عادي. اوكي اوكي. اقول لك جيب النكتة بس. نسيت والله نسيتها. God damn it. God damn it. كيف داخل السيرفر بدون ما تجيب نكت؟ شايف الموضوع مزح وضحك ولا ايش؟ جي جي. نكتة على الهواء بسم الله. يقول لك في واحد. ليش دائما كل النكت تبدا في واحد؟ كلكم فاشخينها من نفس المنتدى ولاش؟ نكت جميلة شحط أول موقع يطلع الشعب كله قاعد يشيل منه. أمشي صفحة ثانية شوف حل. مالي دخل فاشخة من منتدى تعب قلبي صح ولا لا؟ توني فكر فيها أنا. أوكي جبتها من راسك. أوكي في واحد شرب زيت. شرب زيت أوكي. زلق قلبه. الله حق أرجع للحقائق وأبطل الحاجة دي. يعني إيش خلاني أسوي المقطع ذا أصلا؟ فنومينال 2-2 نكتتك. النكتة اوكي. كان في واحد نايم. يب. حلم انه في جماعة يحلم في حلم انه في جماعة يلحقوه اوكي. يب. صحى من النوم راح جاب اخويانه قال لهم ناموا ناموا خليه يلحقوه قبل ما يهرب. فهمت؟ نكتة على الهواء تفضل. هاي هايات. عم بحكي مع باري تيوبي. عم تحكي مع باري تيوبي. باري تيوبي what kind of لهجة is this؟ من فين انت؟ شو انا من لبناني. والله باين انك ولد حارم تكي عند الكيبل يا رجال. اسمك ابو خيزران تسوق علي انت. لا
لا لا انا عم جد عم بحكي معك. انا من لبنان. انت صوتك كده حقيقي ولا مغيره ببرنامج ولا ايش؟ من جد انا مغير من برنامج لانه الاهل لانه مامتي ها لانه مامتي سحبت مني الجوالي. جوالي يا ابو خيسرانه والله باين. لازم تجيب نقطتك يا ابو خيسراني. يا الخوي اسمع، المشكله زي ما قلت لك شايف اتكلم كذا زي الناس من بدري، عارفك والله عارف حركاتك دي. انا من لبناني باريتيوبيا. تمام خلينا نخش على النكتايه. اوكي نكتايه. الله انت فاهم ضارب ام اللهجه يا رجال. بس اوكي جيب النكتايه. اوكي في احد اتباهى باللهجه اللبنانيه ولا العاديه يا ابويا؟ اهم شيء الضحك. اوكي تمام. في واحد طويل 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 طويل. في واحد طويل 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 لف لف عواج. جيدة صح؟ والله ذا أغبى شيء سمعته في حياتي من قوة الغباء اللي فيه. دقيقة عطنا محاولة تانية. محاولة تانية. والله أغبى شيء سمعته في حياتي، أغبى شيء حرفيا، أغبى نكتة سمعتها في حياتي بعد الآدم اللي يقول في واحد اسمه اثنين بعدها هذه الأولى. لا حولي والله أنت تعرف نكت جولي شيك سيئة أنت عارف طبعا. ما في مشكلة دام إنك جبتها يعني ضحكت، أنا نديك واحدة ثانية. أوكي شكرا. نكتة ثانية. نكتة ثانية دي ما لها صلاح صح. ما هي راكبة. أوكي لا لا شك دي مصرية. أوكي في واحد دبي شرب مويه وقال كمل نسيت النقطة. كان في واحد دبه شرب مويه. ايوه شرب مويه مع احترامي لاخواننا الدبب. اوكي هو مش مشكلة. ما لا صلاح ليش انا قاعد اقول كل شيء. اوكي كمل. اوكي شرب في واحد دبي شرب مويه ورجع جده. يا واحد دبي شرب مويه ورجع جده. لا شرب مويه ورجع جده عشان تزبط انت عارف مع الصوت، فهمت؟ النبره اهم شيء. ورجع جده يعني انت قصدك رجع جده مدينه جده. نعم لعنة بالضبط. الله دوز نكتة على الهواء تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخي. ما فكرت في نكتة؟ لا في واحد اسمه اثنين. الزبدة هذا كان مقطع اليوم انبسط وانا اسويه بصراحة، ضحكنا انبسطنا سوينا فعاليات لعبنا واحد طش حشينا بعض. سيرفر القافلة احسن من قناة المجد كويس، لا حد يتفهم معايا في الشيء ده. بسوي جزء ثاني من السلسلة ذي قريب، اللي بغى يدخل في السيرفر عشان يدخل في المقطع الجاي يضيفني في الانستغرام لاني بنزل الرابط هناك. المرة الجاية يمكن نسوي شيء ثاني، ما نقعد على النكت بس يمكن نسوي مسابقات جيف اوي فعاليات حركات 2020 تمام. وبس والله ما عندي اوترو لانه كل شيء صار فيه له كوبرايت، هذا اوترو من صناعة باريتيوب بدون كوبرايت. اليوم قررت اني اتكلم عن الكبوب للمرة الثالثة لانها قفلت معايا من الكب كبوبين اللي قاعدين عندي في الانستغرام. يا تدخل الدايركت عندي تشوف رسائل غريبة زي الله يهدي قلبك للكيبوب وتصير كيبوبي ان شاء الله. What the shit is this؟ كب كبوبية مطوعة فاهم الامر بالمعروف بالمقلوب، الدعوات ما تشتغل زي كذا. ذي حاجة جديدة ما قد مرت علي قبل كذا. كيف الله يهدي قلبي للكيبوب؟ انتوا انجنيتوا ولا ايش؟ انت ما تحب تسبس هم يحبوك، هم يحبوا كل الناس في العالم لانه قلبهم طيب مرة. I don't give a shit.
بتزوجوا أنا لا ترسلوا لي حاجات زي كذا. هذه رسالتين من 1000 رسالة وخطاب يجيني من الكبكوبوبين في اليوم الواحد.